يحتفل العالم في الخامس من شهر حزيران يونيو من كل عام باليوم العالمي للبيئة أو يوم البيئة العالمي، حيث بدأ احتفال دول العالم بهذا اليوم في عام 1972. وتستضيف في الخامس من شهر يونيو حزيران من كل عام مدينة في العالم الفعاليات والأنشطة الرسمية لهذا اليوم، كما تم إنشاء برنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP التابع لمنظمة الأمم المتحدة في ذات السنة، والذي استغل الاحتفال العالمي بالبيئة في الخامس من شهر يونيو لتوضيح المخاطر المحيطة بالبيئة واتخاذ إجراءات سياسية وشعبية للحفاظ عليها. وبحسب الموقع لمنظمة الأمم المتحدة، كان عام 1972 بمثابة نقطة تحول في تطوير السياسات البيئية الدولية، حيث عقد في ذلك العام تحت رعاية الأمم المتحدة المؤتمر الرئيسي الأول حول القضايا البيئية في الفترة من الخامس إلى السادس عشر من شهر حزيران يونيو في العاصمة السويدية ستوكهولم. وكان الهدف من المؤتمر المعروف بمؤتمر البيئة البشرية أو مؤتمر ستوكهولم صياغة رؤية أساسية مشتركة حول كيفية مواجهة تحدي الحفاظ على البيئة البشرية وتعزيزها. في الخامس عشر من شهر كانون الأول ديسمبر من ذات العام، أي عام 1972، اعتمدت الجمعية العامة قرارها بوصف يوم الخامس من شهر حزيران يونيو باليوم العالمي للبيئة. وحثت الحكومات والمنظمات في منظومة الأمم المتحدة على الاطلاع بهذا اليوم في كل عام بالقيام بنشاطات على مستوى العالم، وتؤكد على حرصها على الحفاظ على البيئة وتعزيزها بهدف زيادة الوعي البيئي ومتابعة القرار الذي تم الإعراب عنه في المؤتمر. ويتزامن هذا التاريخ مع تاريخ اليوم الأول للمؤتمر. منذ الاحتفال الأول ساعد اليوم العالمي للبيئة برنامج الأمم المتحدة للبيئة على زيادة الوعي وتوليد زخم سياسي حول المخاوف المتنامية مثل استنفاد طبقة الأوزون والمواد الكيميائية السامة والتصحر والاحترار العالمي، التي أخذت تشغل مساحة كبيرة من قضايا دول عدة حول العالم في أيامنا هذه. وتطور اليوم ليصبح منصة عالمية لاتخاذ إجراءات بشأن القضايا البيئية العاجلة. شارك الملايين من الناس على مر السنين بهذا الحدث، مما ساعد على إحداث تغيير في عادات الاستهلاك لدى البشر، وكذلك في السياسة البيئية الوطنية والدولية. ومن بين أهداف برنامج الأمم المتحدة للبيئة، يقوم هذا البرنامج برصد كافة القضايا البيئية ووضع التقييم لها وتوجيه الإنذار المبكر لاتخاذ الإجراءات الحاسمة فيما يخص سلامة البيئة ومواردها. تشجيع الأنشطة البيئية في مختلف أنحاء العالم، زيادة الوعي بالقضايا البيئية، كما يقدم هذا البرنامج الدعم الكامل من خلال تقديم المعلومات وإتاحتها. تقديم المشورة الفنية والقانونية للحكومات والمؤسسات المعنية بالبيئة في مختلف بلدان العالم. وبالرغم من كل المنافع التي نستفيدها من الطبيعة، فما يزال الإنسان يسيء إليها، ولذا يجب تغيير ذلك السلوك، وهذا هو أحد الأسباب الداعية للاحتفال بهذه المناسبة. فبنظرة سريعة نجد أن كل الأطعمة التي يتناولها الإنسان والهواء الذي يتنفسه والمياه التي يشربها والمناخ الذي يجعل من الأرض بيئة صالحة للعيش هي كلها من منافع الطبيعة. فعلى سبيل المثال، تنتج النباتات البحرية سنوياً أكثر من نصف الأكسجين في غلافنا الجوي، في حين تنقي الأشجار الناضجة الهواء وتمتص كل شجرة ما يقرب من 22 كيلوغراماً من ثاني أكسيد الكربون وتطلق الأكسجين في الوقت ذاته. وفي اليوم العالمي للبيئة، تستضيفه كولومبيا في هذا العام 2020 إلكترونياً عبر الإنترنت بسبب جائحة كورونا، وهو اليوم الأشهر في إطار العمل البيئي. فهو اليوم الذي يحتفل به في الخامس من شهر حزيران يونيو سنوياً منذ عام 1974 بعد بوادره في عام 1972. ويشترك في الاحتفال به المشاهير والحكومات والمواطنين، بما يخدم تركيز الجهود على القضية البيئية الملحة. في عام 2020 يحتفل بهذا اليوم تحت شعار التنوع البيولوجي، الذي يعد شغلاً شاغلاً ووجودياً ملحاً.
وأظهرت المجريات الأخيرة سواء أكانت الحرائق في البرازيل أو في الولايات المتحدة أو أستراليا التي انتشرت خلال الأشهر الأخيرة وخلفت خسائر فادحة، أو كانت أسراب الجراد في شرق أفريقيا أو الأوبئة المرضية التي عصفت بالعالم مؤخراً على رأسها جائحة كوفيد-19، كلها أظهرت مدى الترابط الكبير والاعتماد المتبادل بين الإنسان وشبكات الحياة المحيطة به. غيرت الأنشطة البشرية بشكل كبير 3/4 سطح الأرض وثلثي مساحة المحيط، فبين عامي 2010 و2015 فقط اختفى 32 مليون هكتار من الغابات، وفي 150 سنة الماضية تم تخفيض غطاء الشعاب المرجانية الحية بمقدار النصف. ويذوب الثلج الجليدي بمعدلات مخيفة بينما يزداد تحمض المحيطات مما يهدد إنتاجية المحيط. وتختفي أنواع الحياة البرية الآن عشرات إلى مئات المرات أسرع مما كانت عليه في 10 ملايين سنة الماضية. وبحسب بعض العلماء فإن حتى الإنسان على وشك الانقراض بشكل جماعي بسبب سلوكه السلبي تجاه كوكب الأرض وبيئته. وإذا ما واصلنا السير على هذا المسار فسيكون لفقدان التنوع البيولوجي أثر خطير على البشرية، بما في ذلك انهيار أنظمة الغذاء والصحة حول العالم. وخلال الأشهر الماضية أكد ظهور جائحة كورونا أو ما يعرف بكوفيد-19 حقيقة أن الإنسان عندما يدمر التنوع البيولوجي فإنه يدمر النظام الذي يدعم حياته جيلا بعد جيل. واليوم يقدر أن نحو مليار حالة إصابة بالمرض وملايين الوفيات تحدث كل عام بسبب الأمراض التي تسببها الفيروسات التاجية، وأن 75% من جميع الأمراض المعدية الناشئة في البشر هي أمراض حيوانية، مما يعني أن أمراض الحيوانات تنتقل إلى البشر، وهو ما فسرها البعض بأن الطبيعة والبيئة ترسل لنا رسائل مفادها أن اعتناءنا بها ينعكس إيجابياً على حياتنا وصحتنا ومصادر ديمومتنا على كوكب الأرض. وعلى الرغم من أن أزمة كورونا والكوارث البشرية التي تسبب بها الإنسان أنها انعكست سلباً عليه، إلا أنه في المقابل كان لها تأثير إيجابي على البيئة من حيث تحسن الهواء ومياه البحار وغيرها الكثير، خاصة في الفترة التي شهدت بها العديد من الدول إغلاقاً عاماً للحركة والعمل والمصانع وكل شيء. إذ تشير صور الأقمار الصناعية والتقارير الصادرة من كافة أنحاء العالم إلى أن العالم يشهد مستويات أقل من التلوث. ووفقاً للبيانات التي نشرتها وكالة الفضاء الأوروبية فإن مستوى تلوث الهواء في الصين أخذ في الانخفاض، كما تم رصد مستويات انخفاض مشابهة للانبعاثات في أوروبا بسبب التباطؤ الاقتصادي الناجم عن فيروس كوفيد-19. وأكد مركز البحوث المناخية الدولية في أوسلو أن تلوث الهواء في أجزاء كبيرة من الصين قد انخفض بنسبة تتراوح ما بين 20 إلى 30% بين شهري شباط فبراير ومارس آذار مقارنة بمستويات العام الماضي. ويتوقع علماء المركز أنه يمكن تجنب وقوع ما بين 50 إلى 100 ألف حالة وفاة مبكرة في الصين لوحدها إذا بقي مستوى تلوث الهواء منخفضاً لمدة طويلة. إذ تثبت منظمة الصحة العالمية أن تلوث الهواء يقتل نحو 7 ملايين شخص في جميع أنحاء العالم سنوياً، مما يضع في الاعتبار الفوائد الصحية لانخفاض معدلات تلوث الهواء الذي يتم رصدها حالياً. أما في الهند فقد أفادت التقارير الواردة من هناك أن وقف العمل التام في البلاد أدى إلى تخفيف مستويات تلوث الهواء، وبالتالي أصبح بالاستطاعة رؤية جبال الهيمالايا من على بعد أكثر من 100 ميل في ولاية البنجاب شمالي الهند للمرة الأولى منذ عقود مضت من الزمن. وتكررت ذات القصة عن انخفاض تلوث الهواء المرتبط بإجراءات الإغلاق في إسبانيا وإيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وبلدان ومدن كبرى أخرى، إذ أشارت دراسات عدة إلى انخفاض في الملوثات مثل أكسيد النيتروز وأول أكسيد الكربون في نيويورك بسبب انخفاض حركة المرور. كما انخفضت مستويات التلوث في نيويورك بنسبة 50% تقريباً بسبب إجراءات احتواء الفيروس عما كانت عليه مقارنة بالوقت ذاته من العام الماضي. ويظل السؤال المطروح هو هل بات يعلم أغلب الناس حول العالم أهمية الحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي؟